هو وائل جمعة عامة يعني كان مميز في الحاجات دي، يعني وائل دايما كان يجي يكون كده جايب الكورة ومطبطب على اللي جنبيه. فكنا بنلعب ماتش تقريبا كان زامبيا هنا، كان تصفيات بداية كأس العالم، وده من الماتش اللي عطلنا على فكرة. وكورة طويلة كده، فوائل الفريق ضغط عليه فعايز يشيلها من فيه، فراح قاطعها، فقاطعها وراح بسرعته، فأنا عايز ألحقه، فراح واخدني عكس اتجاهي، فأنا خدني عكس اتجاهي وراح شايطها طبعا بالشمال جون في الحضري. فلقيت وائل راح جاي يعني بيطبطب عليا وبيعمل لي كده بيده، قلت له حط ايدك جنبك، حط ايدك جنبك. حصلت وائل جمعه كان دايما بيعمل كده. انا فاكر ماتش كوت ديفوار كان داخل اخر ماتش ليا مع المنتخب، او اخر ماتش لعبته مع المنتخب وقتها في 2005، الكره اتلعبت بالعرض وبعد كده دروجبا جه قدامه وراح خطف وجاب جول. فقلت له انا نادر، قلت له جمعه يعني عم ملك هو الراجل اتلعبت بالعرض جه من قدامك حطها يعني. فقلت له معلش معلش ولا يعني مفيش مشكله عادي عادي. ما تحصلش اصلا ان محدش يقدر يلبسني. ما ينفعش، احنا كنا بنشيل اللي جنبينا الحمد لله يعني، فما ينفعش ان الشخصيه اصلا ان حد ممكن يتجرأ ان يعمل كده معايا.